هو فين الخلف؟ مش هتطل علينا ولا ايه؟ احنا ما عايزينش ناكل، احنا عايزين نستبارك وتتخلف. هيقولوا قاعد في خيل وتوب مش راضي يطلع منه. لا ده العمده اللي مش عايز حد يشاركه في بركته. يا راجل حرام عليك، ده عمدتنا ما فيش زيه في البر كله. مرحبا بكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، منورين، اهلا وسهلا. اهلا يا عمدي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا مبروك، الله يسلمك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. امال الشيخ خلف فين؟ ما كان زي كلب عاني ونستبرك بيه. جمعة ما خرجش من مطرحه، وهو ما رضيش ياكل الا النابت والعيش، وانا ماسك فيه بايديا واسناني عشان يقعد معانا اسبوعين ثلاثه، مش عايز يقعد. امال عايز يمشي ولا ايه يا حاج؟ والله ما يحصل ابدا، ده احنا ما صدقنا نلقى راجل صالح وكله بركه زيه، دي البلد كلها عايزه تبني له بيت هنا وسطينا. دي البركه حلت علينا كلنا يا حاج، حتى العزب اللي حوالينا حسدان عليه، يبقى نسيبه يمشي كيف؟ والله ما يحصل ابدا. ايه يا شيخ نور؟ نعم. ما تسمعنا حاجه في حب النبي مال. حاضر. على مهلك يا ولدي، واحدة واحدة. واه، ما تسيب الولد يا حاج، خليه يرتاح شوية. ما هو معايا. ها انت تعبان من حاجة يا طارق؟ لا انا عاوز اكل حالا، هجيب لك السليقة. لا انا عاوز اكل فتة. لا الفتة بعدين. خلاص ما واكلش. بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي، بس واحدة واحدة. اقول لك ارمى حتة دلوك على قطك واتفرج على التلفزيون، والمفضة هجيلك. معاه يا شمندي. هنا يا عم الحاج. معاه. اه على مهلك يا ولدي، على مهلك. قلبي واكلني على الولد يا حاج، حقنا ما كناش نزلناه النهارده، هو احنا ناقصين؟ هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس يشوفه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجه وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج؟ عايزين نستبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ أيوة يا شيخنا. مفيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟
لا لا سمح الله ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحة والدقن؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون. صدقت يا شيخنا صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمة الغاليين ما يكون. عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايز يقول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بعد العشاء بس اللي خلصوا. الشيخ عايز وقت نابت برضو؟ لا نابت ايه، طلعوا كل اللي عنديكم ان شاء الله تذبحيه خروف حتى يسند قلبه دلوقتي وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاي وجوار. شباب عندك لحمه قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجه. ها رد عيبت يا شباب، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمه وهو ياكل على كد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مقدارك. والله كنت أدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال بسم الله ما شاء الله كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاة وليه رجالة. كلامك ملع يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. والله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. اه جليلي اصلي ما تماشيهوش. طلع ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. استغفر الله، ما تحملني الذنب يا حجة. العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا أنا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل. اتفضل يا مولانا. عنك. ده كتير. حاجة على قد ما جوزهم كده بالهنا والشيف. كتير كتير. حاضر. خليكي جنب الباب لما مولانا يعوز حاجة. عناية يا حاجة.
لله. طيب البركة جاي نسلم عليه ونستبر بيه؟ والله يا حج من طلعة الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركة، نرى في المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم، لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلة محمد، كل اللي بيعمله عايش على النابي. نابت؟ ايه هو صح لنابت كد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديكو حمار ولا فروجه حتى، ده ما رضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان راجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. على بيمين خبط علينا الباب لوحده كده ولا ده غلط؟ صح يا حاج، وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ يعمل إيه؟ سادة؟ سادة وترجيني روح أعمل القهوة. روحي. يا محمد.
على ما تصلوا العشاء حيكون الوكل على الطبلية، أنا محضرة كل حاجة. شيخ خلف مش في أوضته. إيه؟ راح فين؟ راح لحاله يا حجة. زي ما جه لحاله راح لحاله. راجل مبروك صح. واه، مش كان وصانا ولا قال لنا هنعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون يا حجة. ده طاهر فهماني؟ البيت ده طاهر وحيفضل طاهر. شغل لي نشد لك جبندي اللي في المسجل، بحب اسمعه. Thank you.
أهلا أهلا أهلا. تفضل يا سيدي تفضل. خير خير إن شاء الله خير. أنا عارف إني ما يحق ليش إن أنا أعمل اللي عملته ده، وعارف إن أنت هتعذرني لما تعرف أنا ليه عملت كده. يقعد أمر يا سيدي. تشرب يا سيدنا مية. بتوكت ياسمين شابة زينة عتدرس في الجامعة، جت من مدة وقالت عاوزة تحجب، قلنا لها البركة. بعدها بمدة جت وقالت لازم تنجب، طوعناها. بعدها قفلت على روحها، أمها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهة. الحكيم قال دي حالة نفسية، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبة عريانة، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. سلام. يعني ايه؟ يعني دواها مش عندي. يعني الواد طارق ده اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البيت فوق حالها يقطع القلب، وامها عتنمت روحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجة. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابة، والاوضة بتاعتك مجهزة بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثة زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. البركة
إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخذ راحته، احنا جنبك، بربة تحتاج حاجة. قوم الطول على البيت. خير يا سيدي، هي نايمة دلوقتي. اوعى حد يدخل عليها ويصحيها، ان شاء الله هتكون رايقة. طب استنى بس، ما فيش في يدي حاجة تانية أعملها. تجيب عربية توصلها. سكتي عارفها. ما تقوم الطول على البيت. اقتلوه! حاول شدته! تحت رجلي حالا! طه! جهز العربية هون!
معاه السلاح ده كله اللي جرعه بيه ورجال ارمى هنشوف ايه الحكايه. غور وبرعه هيضرب الرصاص ده كله ليه؟ امال علمي علمك يا حاج. هو ليه ايه هنا؟ اهو عياجي كل حين ومين يقعد في سرايته لحد ما يلم اللي ليه ويعاود على طول. عايزك تشيخ خلف. هتقول ايه؟ غفر هما اللي قالوا وهيقلب عليه القصر كله وبرع بيه حلف لا هيقتلوا يعني يقتلوا. يقتل الشيخ خلف ويقتلوا ليه؟ وايه اللي ودى الشيخ خلف عنده؟ يعني مش قادرين تسمعوه؟ خلاص ولعوا في القصر لازم يتشوي وهو حي قبل النهار ما يطلع. لازم جيتوا دني تبقى تحت رجلي. يا سعاده بالنار هتاكل محصول. تاكل محصول ان شاء الله تاكل العشبه كلها. يا سعاده البيه تلاقيه خد له طلقه ولا اتنين ومرموم مطرحه في النار هنلاقيه. لو ما جمعتوش جيتو تدي هقتلكم كلكم. فاهمين ولا لا؟ والله في القصب سليني. لسه جايدة؟ احمد ربنا ان بينا ما بينهم البحر. لكت النار كلت العزبة من ضمن. راح الراجل الزين
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خلاص مات؟ يعني بعد اللي حصل ده كله هيقعد حي؟ طارق يا حاج. ماله يا حجة؟ كنت مطمن عليه. أنا خايفة يجرى له حاجة. يا حجة، يا حجة أنت مؤمنة؟ ربنا هو الشافي. استغفر الله يا شيخة. استغفر الله العظيم. يحرقوا الأرض كلها عشان مولانا؟ عمل إيه لده كله؟ الراجل قعد معانا سبوع ما شفناش منه غير كل خير، الصلاة والدعاء، حتى الوكل ما عايش غير على المية والنابت. ربنا يرحمه ويرحمنا. نام يا حجة. أنام كيف وأنا؟ قلت لك نام يا حجة. سارق ذهب والمعصب أكتر من نص مليون جنيه. الكلب ده لازم تجيبوه بأي طريقة. هيجي يا باشا، اطمن. شكله ايه يا باشا خلف ده؟ يعني مفيش علامة مميزة كده ولا حاجة؟ أنا عايزك تهدى خالص وتطمن. أصل احنا لو معرفناش نجيبه دلوقتي هنجيبه وهو بيصرف السرقة دي. طيب أنا هبعت لسعادتك معاون المباحث دلوقتي عشان ياخد مواصفات الذهب والألماظ اللي اتسرقوا. والله بقى براحتك. عايز تبلغ مدير الأمن، عايز تبلغ الوزير، ده موضوعك، أنا مش قادر أمنعك. بس كل اللي أنا أقدر أوعد بيه سعادتك إن المركز مش هيبقى له أي شغلانة غير اللي اسمه خالد ده. تمام؟ مع السلامة. الراجل هيتجنن. دهب بنص مليون جنيه بيعمل ايه عنده في السرايا؟ اذا كان هو مش قاعد فيها اصلا. هو مين يا باشا اللي مفروض الطنفيطة الجامدة دي؟ واحد بدقن وجلابية وعصاية وسبحة. ما تقلقش يا باشا، اعتبره مرمي في الحجز. ده بيهددني انه يكلم مدير الامن. ما ان شاء الله يكلم الوزير حد. اذا كان هو بنفسه مش عايز يقول لي على مواصفات الذهب والالماظ اللي اتسرقوا منه. يكونش بيحور. يا باشا اكيد بيحور، البلد دي ما فيهاش عيال تطلع الطلعة دي. البلد دي كبيرهم يسرقوا جاموسة، معزة، يسلطوا غويشة، لكن مفيش حد يطلع الطلعة دي. ابعت استعلم لي المديرية على اسمه خلف ده، يمكن يكون له أصل هناك. ها؟ ونزل مخبرينك بقى يقلبوا. تمام يا باشا. أنت يا واد! اجلبوا الأرض على الواطي من الكلب دي، وجيبوا لي جدة وعالم! ماشي! اخذوا من قدامي! بطشاكم هي ولا ليه؟ اهلا 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 يا باشا. اهلا، الله يسلمك. لا انا برا، مش قوي كده، ده في العزبه اسبوع بالكتير باذن الله، والشيكات كلها تتغطى.
هي عمرها حصلت؟ حاضر يا باشا. طب والختمة الشريفة؟ الرجل ده نصاب وعرف يحبكها علينا كلنا لحد ما سرق سرقته. طب وانت الحج اللي خف على يده يا ناصر، ياك ربنا كان هيقبل دعاه ولا صلاته وهو هينصب على خلق الله؟ طب وين خبرك ان طريق خف على يده؟ ربنا كان كاتب شفاه، والمخفي ده جاي حايم ودخل في الحكايه كده وساب فيه عطى حصير كتير. ايه اللي ود خلف الله عند سرايه برعيش وكان عايز ايه منه؟ البنت عيشة اللي هتشتغل حداهم في السرايا هتقول ان بنت اخته عليها والعياذ بالله، يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت ما عندكيش حاجة غير ان الناس كلهم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. والله زي ما حدتك كده يا حاجة، دي كمان عيشة هتقول ان البنت على طول هتصرخ وتقطع في خلاجاتها كده وعايزة تهج على الخلف، عشان كده امها سابت مصر وجت هنا عشان تتدرم الفضيحة. ودي اتفضحت منك لله انت وعيشه، حطي لسانك في خشمك احسن اقطعهولك، حسك عينك تقعدي تتودودي في سيره الخلق، ربنا هيعلقك من لسانك دي يوم القيامه. ما هو يا حاجه برضه لو الحديد ده مش صح كان ايه اللي خلاهم يبعتوا يشيعوا للشيخ خالد؟ جم يقتلوه عشان سرق ذهبها زي ما عايزونه؟ لا يا حاجه، ده عايزونه استغفر الله العظيم يعني انه خد شرفها. قطع لسانك اكتمي، الشيخ خالد ده طاهر طول عمره راجل نظيف، مش انت شفتيه يا حاجه ما وراهوش غير الصلاه والدعاء؟ وانت زمكتي كده ليه؟ ما يكونش في حاجه يعني. اكتم يا بيت واياك تنطقي بكلمه زياده. الشيخ خلف ده لهدين في رقبه اليوم الدين، يطلع زين يطلع شين ربنا هو اللي عالم بيه وهو اللي هيحاسبه. يلا خلصوا، ما عايزاش وجع دماغ. وانت قومي يا اختي هاتي عودين ملوخيه وخرطيهم. حاضر يا حاجه. هي مالها البيت دي؟ من يوم الشيخ خلف ما حط رجله في البيت وهي مش على بعضها. ما يكونش تعالي قومي صحيت. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح الخير. ازاي؟ احنا جينا هنا امتى؟ مامي هو انا اللي بيحصل لي؟ ما تخافيش يا اختي، اسم الله عليك، اطمني اطمني يا اختي. ما اخافش ازاي؟ مامي انا مش فاكرة حاجة خالص. احنا جينا هنا امتى وليه؟ اطمني. قومي خدي شاور، صلي على سيدنا محمد. قومي يا اختي، قومي يا اختي، اسم الله عليكي، قومي يا اختي، قومي يا اختي، بسم الله الرحمن الرحيم. برعي برعي. ايه في ايه؟ جرى ايه؟ ياسمين خفت يا اخويا. خفت؟ خفت يعني ايه؟ شافت اللي بتتها طلعت. ايوه النبي، يعني هي دلوقتي خفت؟ خفت خفت وقامت من السرير زي الفل، ولا كان فيها اي حاجه خالص، وكمان مش فاكره جت امتى ولا ايه اللي حصل، ولا كانت فاكره اللي بيحصل لها خالص، وبتاخد شاور كمان. وخلف ده مسها زي ما قلتي؟ مش عارفه مش عارفه يا اخويا، انا خايفه الراجل ده يجرى له حاجه بنتي ترجع للي كانت عليه. لا ما تخافيش، مش هيحصل حاجة إن شاء الله. يا رب يا أخويا إن شاء الله. أنا راح أقول لهم يحضروا الأكل عشان ناكل كلنا لقمة مع بعض. آه يا زماني، يا دي الطريق لصديق ولا حتى مليت بيك، ماشيك لوحدي ما ونسني الا صوت الريح، وحداني ما افضل غيرك بالزمن يا طريق، بنغني
بسم الله ما شاء الله. اللهم صلي على سيدنا محمد. الله أكبر. رحت فين يا بنت الناس؟ قلقت علي؟ قلقت؟ كنت بجيب لقمة ناكلها عشان يبقى عيش وملح. ربنا يحفظك. بتضحك على ايه؟ شفت النصيب؟ كل ده يحصل عشان ابقى تحت سقف واحد. يلا يا سيدنا، حط يدك على راسي ورجيني. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ضرين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله.
تسيبهوش، عايزه حي. أمرك يا باشا. مش ادخل بيت من غير اذن صاحبه. قول للحج الشيخ خلف الله مستني تحت، يخش ولا يعاود؟ طيب طيب. عم الحج يا عم الحج. عايز ايه يا شمندي؟ الشيخ خلف واقف بره قدام الباب، ما راضيش يخش لما ياخد الاذن. انا نازل له. هتعمل ايه يا حج؟ الشيخ خلف ليه دين في رجبينا وربنا نجاه من يديه. ايه يا حجة، هنستر على مجرم؟ يعني مصدق انه سرق؟ لو كان على السرقة انا تعديتها، لكن لو كان على اللي بيقولوا عليه ده مفيش غير الدم. ولدنا يا حج. مال ولدنا؟ خايفة يأذيه. ربنا هو الشافي يا حجة. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟
تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خلقها. تعال بس تعال تعال اقعد وقول لي انت رحت سراية برع عليهم مال؟ رحت سراية برع عليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقة احنا نتعديه. ما سرقتش ما سرقتش. وبنت اخته ضريتها بحاجة؟ يعني ما قربتش عليه؟ زي ما كانت زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بك العلم عند الله. يعني ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. Thank you.
عاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمده انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمه واحده زياده وهفرغ الخزنه دي كلها في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي برا دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك، لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم، انا اللي ليا. انت مالكش عندي. واحد فيهم بلغته برقبته. قول عمل ايه الشيخ خلف، والرجاله هي اللي تحكم. سرقني، سرق. لو سرق مليون اردهم ومعاهم الديه. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر عمده واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه، قول. ولا حاجة. تموت نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها؟ اقعد صيغ عليك النبي، لا تقعد. اهلا مصحيك يا حبيبي، شمن اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. زيادة يا عبد الرحمن. خذ يا أم. قرب، توحشتك. أنت الحين. غيرانة يا هاي. توحشتك قوي. تخنق غبتك كده. أنا بخنقك كده؟ لا. عارف أنا بحبك قد إيه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا يا ابو رعبيه، خلي رجالتك يرجعوا وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا تفضلوا. تفضل يا عماد بيه، تفضل يا وائل بيه، تفضل يا حاج برعي. انا مش جاي اتضايف يا عمده، بس خليك فاكرها، وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجال. تفضل يا احمد بيه، تفضل يا وائل بيه. تفضلوا. اطمن يا حاجه، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا ومي فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا.
تاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ أنا هو قدامك هو. خدوه. شكرين يا عمدة. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجالة وياك وتركبوا الناقص اللي اسمه مرعدة، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. أوامرك يا حاج. يلا. وانت يا ضغار، أوامر يا عمدة. تاخد رجالة وتعسكروا قدام المركز. يلا. أوامرك يا عمدة. عجباني العصاية دي، هات يا اخوي. انت بقى اللي سرقت الدهب والالمازات وعامل لي فيها والي يا اخويا. شوف والي بيها هيعمل معاك ايه. يبقى خلي عفريت الارض بتاعك ينفعوك. هو في عفريت غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحه دي، الاحسن يطلع علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك. قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشور ومين في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. بقول ايه؟ انا هدخل اريح لي ساعتين وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها؟ تمام. بس اوعى يموت في ايديكم. تمام يا باشا، ما تقلقش، كله تحت السيطرة. مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي، وانا جنبها اهو. لا اله الا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، انت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود،
وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسفن والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد، كافة يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هاتلنا كرسي يا سيد، شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ماله هدومه زيك كده سرق له سرقه بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش صاغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامه مع السلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك، تعال اتعرف. اسمك ايه؟ انك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا امورنا. سامعني ولا ايه؟ مع الرحمه. بقول لك اسمك ايه؟ ربنا وسلامه والعافيه في ديني و... الحكايه بقت كده. ماشي. الله. 10 مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا 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 ده كده فل. انا كنت احلم. ادخل تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافة يا عين صاد. مامي يا مامي. مالك يا ياسمين؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك يا مامي؟ ايه؟ تعالي بقى فهمي. ازاي تتدخلي حتى عليا؟ انتوا ايه؟ جارلكوا ايه؟ يا بنتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجه. تعالي يا حبيبتي على الاوضه. تعالي يا حبيبتي، تعالي ربنا يهديكي. Thank you.
كله. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك يا عمر. عماد بيك قرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيك. اهلا بيك، شرفنا. تفضلوا تفضلوا. تفضل يا عمر، تفضل. تفضل يا عماد بيك، تفضل. تفضل يا عمر. تفضل يا باشا، تفضل. ادخلي. احب على يدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصة استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. مشربات. مشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا مولانا، اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس، اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس، اتفضل. جدع اسمه هذا اللي تحت ده، جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف عليا، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنت تاني. إذا ظهر حاجة كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا أنا. الناس دول يا جماعة كانوا فعلا مدهشين. أنا قربت أصدق خلاص إن هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا أستاذ. الشيخ خلف. أهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا، اتفضل. سيدنا. أستغفر الله. أجر. ده بقى بعد اللي سمعته من عماد بيه، بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب، ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل، نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. انا اتجوز من ده؟ من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولياء وكمان مهندس. ده فتح كنز لخالك يسوى ملايين. عارفه يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابات؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبه اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبه يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجه. انت يا بنتي مش عارفه انت كنت في انهي حاله، مش عارفه كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي وانت بتعرف لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه؟ والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس. ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم. الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا مين، اوعي كده. سيبيني، هو فين؟ اطلعي اوضتك، ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر حقك علينا، يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك واقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟ أنا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقة دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقة ولا إيه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمدة.
واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ انا اكيد بحر. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليك. اخرج بره. قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمدة على حسن الضيافة. اهلا، شرفتني. شرفتني. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة. ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا. طبعا. مع السلامة. مع السلامة. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة. إيه؟ في إيه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا أخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما أنت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيرة، ما فهمش حاجة. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. طلقتها كيف بس؟ طيب، أسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائلية. أشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه. خير؟ طاهر فلوسك. عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي أعمل إيه واللي أنت هتقول عليه أنا هنفذه. خد اللي محتاجه. والباقي اتكفل بيه تامة. فصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر. وابقى ادعيلنا. أنا ما عايزاش الفلوس دي. أنا جيت عشان أشوفك أنت يا سيد. ربنا يزيدك من عنده. الغنى غنى النفس. تفضل يا كده وصل لك المؤخر والمجد. حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض، وكل ليلة تقرا آية الكرسي قبل ما تنام، واوعي تعدي برجليكي مكان نجس. مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لأني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برهان؟ وانا شيل همكم بالسنين دي كلها، ولما يجي راجل كنوز الارض كلها تعترف ليه؟ ترفسوه؟ وانتي هاتي دي بنتك، شوفي لك حل معاها، لازم ترجع له. Thank you.
منه العوض وعليه العوض. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انت مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي؟ فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام. والشيخ خلف هو اللي عالجني؟ ايوه. اتجوزني ليه؟ انت اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب كان حالك بيبقى حال. هو اشترط يتجوزك عشان يعالجك، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان دهب وفلوس؟ انت مش عايزه الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجعه. بجد هترجعي؟ طبعا هرجع. استني يا سيدي، استني يا بنتي، استني يا ماما انا جايه معاكي. يلا يا شربات ارجعي بيتك. ليه؟ خليني جنبك يا سيد. انا ما قدرتش على بعدك. انا ما بقتش عارفه ولا اكل ولا اشرب ولا انام ولا اصحى. انا عشقاك يا سيدنا، ما بقتش قادره على بعدك. قلت لك روحي. لو سبتني هرمي روحي في البحر اغطس ما جبتش. اعمل ايه بس عشان تحن عليا؟ جرب كده هتلاقيني حسن قشطه. مش اللي اتجوزت هدي، اللي اتجوزت هدي خربانه مزقوفه. طب اتجوزني وطلقني ثاني يوم. اتجوزني يوم واحد، ليله واحده بس، انام في حضنك ساعه كتير عليا. يا بنت الناس قلت لك قدري مش في يدي. مكتوب علي افضل سابح في ملكوته. لا ارض تملكني ولا حيطان تقويني. ما عنديش غير قبري تهويني. مستني امره. بعد الشر عنك. ما الفالح بس تتجوز المحزه قدي. طب والختمه الشريفه؟ انا اعرف اتزوج والبس محزك كمان. جرب كده خلينا بات في حضنك ليله واحده بس ساعه. يا بنت الناس لما ربنا يريد هتلاقيني بدق على بابك. يلا يلا يا شربان. طب ارجع. لا اله الا الله. يا رب. العذر بشرك ماخر شرق غاز كن زمك سنة والعوز برب الناس إله الناس بشرك الناس الذي يوسوس في صدورهم.
انت مين؟ انت مش خلف اللي انا اعرف. انت بقيت واحد تاني. بقيت واحد تاني كيه؟ ما عرفاش. حسيتيها كيف؟ ما عرفاش. ما حسيتش زي الاول. فيك حاجه اتغيرت. بقيت حد تاني ما عرفوش. انت ما بقيتش سيدنا. فين يا سيدنا؟ عملت فيك ايه السودة الملبوسة دي؟ البت اللي شبه الجوجة دي ودتك فين يا سيدنا؟ سبتها تاكلك ليه؟ رحت لها ليه؟ ده انا كنت هحادي عليك برموش عيني، كنت هاخدك في حضني وضريك. رحت مني فين يا سيدنا؟ رحت فين؟ يا رب يا رب. دول تمن الشقة. ودول تمن العربية. دول بقى نجيب بيهم شوية ذهب نشبرق بيهم المدام. طاهر فلوسك. خد اللي محتاجه. والباقي اتكفل بيها تامن. اصرف عليهم رعاهم. لحد ما شد عدو. حاضر يا مولانا حاضر. ودول لي اليتامى اللي هتكفل بيهم. ايوه لحظه واحده.
ادخل. ايه يا باشا في تليفونك ليه؟ خير. بور عليا انضرب واتسرق. ايه؟ انا مش معترض على قدرك، عارف ان دي نهاية كل حي، بس اتوحشت ولادي. اتوحشت لهم قوي. حن علي يا حنان، ارحمني يا رحمن. مش انا تعبت قوي. امتى هترضى عليا وتاخدني؟ امتى اللقا يا رب؟ امتى اللقا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟ كان قال لي وانا كنت طلعت معاه راس، مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المجبرين شغالين، ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف. وهو كمان لما يفوق ممكن يفيدنا باي حاجه. يمكن شاف اللي عمله معاه كده. واحنا لسه هنستنى لغايه ما يفوق. انت عارف كويس قوي ان محدش يعرف ان معاه الفلوس دي كلها ومستنيه على الطريق غير هاني. اكيد هو ورجالته راقبوه. بس انا ما اقدرش اعمل حاجه ولا اتهمه باي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سينو جيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوته كبيره. ادعي انت بس يكونوا شويه عيال هجامه هم اللي عملوا مع برع بالحكايه دي. والشيخ خلف وده ماله ده كمان؟ مشي وسابنا ولازم يرجع، وانت سيد اللي عارفين. ارجوك يا عماد بيه، تعرف لنا راح فين؟ هنشوف. ايه مش في بيتها؟ اسمع، تقلب عليها العزبه وما ترجعش وما اشوفش وشك الا ما تعرف لي هي فين. مفهوم يا سيدنا؟ انت فين يا سيدنا؟ يا سيدنا، سيدنا سيدنا، سيدنا قوم انا شربات يا ناس، يا خلق غدونا، يا خلق يا الله. هو ماله يا ست؟ تعبان شويه يا اخوي. لما توديه المستشفى ما جبلوش ياخدوه، قالوا لي تعالي بعد اسبوع يمكن يفضى سرير. هو في ايه بس؟ استغفر الله العظيم. والغلبان مالوش عيش في البلد دي، نخرب بيوتهم. ربنا معاك ويعفولك. مش شايف هو والله يا ست؟ قادر يا كريم. بقول لك ايه يا اخوي، ما تعرفش مطرح كده نقعد فيه يومين؟ مطرح نشوف. كتر خيرك يا اختي. وانت عامله ايه دلوقتي يا ياسمين؟ بخير؟ الحمد لله. المهم انت يا خالي. انا الحمد لله اصبر روحي واقول كان الحاجات دي ما لقيناهاش من اصله. المهم اللي احنا كنا جينا عشانه حصل الحمد لله. يبقى ايه اللي معادنا يا اخوي؟ نرجع مصر. ارجع فين؟ انا لو رجعت البس البدله الزرقاء. عليا الشيكات يا ياسمين تحبسني.
مقدر ومكتوب اقعد هنا في العزبه لحد ما ربنا يحلها. روحوا انتوا. انا مش هروح، انا هفضل هنا لغايه ما اوصل لخلف. خلف؟ او زمني ايه تاني؟ الله، مش جوزي ولازم ادور عليه؟ ما هو طلقك. وانا ما طلقتوش يا خالي. سامع يا برع، البت بتقول ايه؟ هو خلف ده هو اللي هيطلعني من الخيه اللي انا فيها؟ بس مين يعرف له طريق؟ أرجيك من كل عين بصت فيك ومن كل عين شفتك ولا صلتش على النبي، أعوذ بكلمات الله التام من كل عين لام ومن كل شيطان. وانا لسه صغيرة ما كملتش 14 سنة، كان عايز يخلص مني. أبويا مات وانا لسه صغير، وبعدها أمي حصلته، وقعدت أنا وأخويا عند خالي حسن. أخويا ده كان طيب وحنين قوي، وفي يوم انقلبت به المعدية وغرق. قعدت جار الفور مدعي يا رب خدني معاه يا رب خدني معاه، ما خدنيش. قلت مدام ملاك الموت معياش شياجي أروح لنا، ورحت عشان أرمي نفسي في البحر. كنت عاوز أموت زي أخويا ما مات. لحقوني وأنا بيني وبين الموت يا دوب شهجة نفس. بعدها لقيت أمي وأبويا وأخويا كلهم جوني في المنام، كان وشهم متكدر وما نطقوش ولا بكلمة واحدة، ودوني ظهرهم ومشوا. قعدت ابكي ابكي واترجاهم عشان يسامحوني. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا يا هانم. انت لو عايزاني اجيب لك مشايخ الصعيد كلهم هجيبهم لك. انا عايزه خلفه بس. هجيبه لك، اطمني، اعتبريه مرمي تحت رجلك. لا، انت تقول لي مكان والباقي بتاعي انا. ماشي بس كده. ماشي بعد اذنك. وهاني، هاني بيه موبايلاته معاكي. انا براء، هاني بيه رضعته والقبر. انت بتخاف منه بقى. وحضرتك كمان لازم تخافي. سلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. الحمد لله، بركة انك قمت بالسلامة يا سيدنا. اشتغل في بركة. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. ارجيني يا سيدنا، سايق عليك النبي لا ترجيني. انت اللي ترجيني. انا؟ هو انا طول. انت طول السحاب. ارجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ليك عندي حاجة. كريمة. عوجت عليك؟ تعبتك معايا. تعبتني؟ ده انا لو مت دلوك ابقى خدت من الدنيا كل اللي اتمنيته واكتر. انا ما كنتش احلم افضل جنبك ساعة واحدة بس. انت خدتي ايه من ورايا غير غير الفرحة والسعادة والهنا كله يا سيدنا؟ اقعد اقعد اما وكلك. ايه
كان نفسها تبوخ لك بيدي. بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بوكلي. طب ده حتى الحجة كانت بتتجنن لما الحج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويك دي هتعجبك قوي. تتجوزيني يا تتجوزيني يا شربات. العريس حسن عبد العزيز ابراهيم، العروس شربات سيد احمد. اسمك حسن؟ اقول لك يا حسن. تعال عندي يا حسن. تعال عندي يا شربات. حاضر. انا حاضر. الف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ايه روما، ما لقيش عندك دكان ينفع ابيع فيه طير؟ مظبوط، بس ما كنتش بعيد عن السوق. حاضر مظبوط، بالمرة اشوف لي مطرح اسكن فيه. عليكم. وعليكم السلام. اخذت عليك كثير كثير، كنت في السوق. بسم الله على الله يعجبك. تسلم يدك. فرحانه؟ فرحانه قوي قوي. دايما حسن. يا عيون حسن، انا خايفه. خايفة من ايه؟ خايفة لباش مهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحياتي من تاني. انا كنت دفنته من سنين، كنت عارف اني مش هشوفه تاني ولا هعيش تاني ولا هحب تاني. انا كنت بشوف كريمة فيكي. ما تزعليش، كريمة كانت غالية وانت كمان غالي. قبلك كنت بعد الايام والثواني عشان ربنا يرضى علي وياخدني. بعد الشر عليك. ربنا مد في عمري عشانك وعشان اكبر رضاه وحكمته وعشان اسبح بحمده ورحمته عشان في كل صلاة أطلب غفران وأقول له سامحني يا رب، سامحني يا كريم، سامحني يا كريم. يعني إيه مش لاقيينه؟ ده زي ما يكون فص ملح وذهب يا باشي. والبيت الخدامة؟ لفينا عليها البلاد اللي حوالينا كلها، تقول إن شقت الأرض وبلعتها يا باشي؟ معلش، دي غلطتي أنا. أنا اللي كنت فاكر إنه ورايا رجالة، لكن يظهر إن مفيش فايدة. إسماعيل! رضوان! أمرك يا باشا! أنا بقى هعرف أجيبهم إزاي يا تنبلة. أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا؟ من إيه؟
فرحانة؟ أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من إيه؟ يعني أنا أكبر منك أنت صغيرة وأنا راجل كبير يعني. ودلوك صغرت؟ عشان اتجوزتك. قولي يا حسن، أنت اتجوزتني عشان بتحبني ولا صعبت عليك من اللي عملته معاك؟ رد جميل يعني. سدي واحكي لي أنت. نعم. ليه كنت بتبص عليا من خرم الباب عند العمدة؟ وليه عينك ما فرجتنيش مطرح مروحة؟ أقول لك وما تقولش عليا عبيطة؟ قولي قولي. أول ما شفتك لقيتك مارد طاير، روحي كانت هتروح مني. قلت لعدلي لا يكون ركبني بسم الله الرحمن الرحيم بجد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم بجد؟ لا والله ما أقصد. طب والنبي أنت عسل؟ عسل. كنت كل ما تروح حتة ألاقي قلبي عمال يخبط يخبط وقلبي بيطير. قلبك طار؟ ما مصدقنيش، هتتمجلت علي. لا وانا اقدر. طب والله العظيم قلبي كان عمال يخبط. طب وسعد برعي ليه ما خفتيش من النار الجايدة؟ ما حسيتش بروحي، لقيتني وسط النار وبشدك. النار ما تحرقش مؤمن يا شربات. ده انت اللي شربات. بقول لك ايه، ما تجي ندخل جوه، انت لقيك تعبت من الوقف. ما احنا قاعدين هنا. قصدي يعني تدخل جوه تريح ظهرك تفرد جتتك. تعالي. تعرف انا طول عمري ما حسيتش بالدفى زي دلوقتي. انت هتفضلي طول عمرك دفيانه بقلبك اللي ربنا منورهولك، ولانك راضيه بنصيبك اللي ربنا قسمهولك. يا هبله، حد يبقى معاه شنطه مليانه فلوس ويقول ما عاوزهاش؟ انا ما عاوزاش من الدنيا غيرك، انت عندي بكل كنوز الدنيا. هتفضلي غنيه بقلبك الابيض. قلبي ابيض عشان انا بيضه. وانت بيضه؟ امال انا ايه؟ انت حمل. 70 جنيه لا يا حاج الغالي تمنه فين؟ يلا هات 68 جنيه. الله يبارك لك يا حاج. ده ذكر بطه متزغط تمام وما فيش هرمون. الله يعطيك الصحه يا حاج والحمد. هتطلع منه سليقه بالهنا والشفا. تشكرين يا حاج الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. تعيشي، مع السلامه. الو. ايوه يا حسن، عوقت ليه؟ عوقت؟ لسه بدري. وانا كمان اتوحشتك. قولي لي عايزه ايه وانا راجع. نفسي في جنديل دوره مشوي. حاضر. الباقي ليك. تفضل القنديل المشوي. تسلم اليد اللي شان. حلو عسل. لو طلبت مني مال قارون كنت غطست وجبتهولي، مع اني ما بعرفش اعوم. القنديل ده عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. بعد ما قفلت معاكي قلت قنديل مشوي؟ قنديل مشوي؟ ليه؟ انت كنت بتتوحم؟ يا ريت، ده انا ليل نهار بدعي ربنا انه يحصل. تعرف يا حسن؟ انا ما شفتش جوزي غير ليلة الدخلة. لقيته شكله عفش قوي وعينيه زي عينين الديب. اول ما جه يجرب مني قطعت وشه بتفرتي
وقعدت اصرخ اصرخ زي المدبوبه. راح مسكني وقعد يضرب فيا ويضرب لحد ما روحي راحت. من ساعتها سكت لهم في الدباب. عملت انه بسم الله الرحمن الرحيم ركبني اللجوه مني، قام طلقني وهج. قلت لي ان عيالك ماتوا. عبد الله، عبد الرحمن، شيماء، أمه كريمة. شفت النار جايدة في البيت، جريت ما قدرتش عليها، ماتوا كلهم، ما قدرتش أعمل لهم حاجة. عند ربهم يا أخويا، ادعي لهم إن ربنا يرحمهم. ربنا يرحمه. حسن، أنا بحبك قوي قوي. وليه البكية دي لك؟ عشان فرحانة قوي، الدنيا كلها ما سايعنيش. أنا دلوك بس حسيت كدي أنا غالية عندك. دلوك بس؟ دلوك بس ندمت انك حكيت لي. لا، زي ما اكون لسه دفنهم بيدي دلوقتي. كان نفسي يفضلوا معايا عشان ندفن سوا. استغفر الله، ليه خليتيني احكي؟ عشان عايزك تفضفض. قلبي بيتقطع لما بلاقيك سرحان والهم مليك. قلبك معبي وقافل على الحزن بابك ومعايزش تقول. واديني قلت. ازاي حضرتك يا قلبي؟ لسه نايم. لا لا لا، انا صحيت خلاص. ايه، لقيتوا الشيخ خلف؟ فين؟ مساء الخير. شطبنا. معقوله كده يا خلف؟ خلف مين يا ست هانا؟ سيبنا لوحدينا يا مرسي. حاضر يا حاج. اشرب يا ست هانا، ساقع ولا سخن؟ امشي يا مرسي. حاضر يا حاج. اهون عليك تسيبني كده من غير ما تسأل بتعملي ايه يا مراتي؟ هو انا مش مراتك وليا حق عليك؟ يعني اعرف ان انت اتجوزت؟ انا ما كنتش هعترض، بس انا كمان ليا حق عليك. يعني تتجوزني اسبوع وانا مش داريانه بنفسي بذمتك؟ مش ده ظلم؟ مفيش فايده، الشيطان طلع من جدتك وركب عدلك. يا بنت الناس روحي لحالك. انت السبب، انت اللي خليتني احبك. انا بحبك بجد يا خلف، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. لا لا خلف،
زعلان 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 كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المدة دي كلها. مدام وحشتك؟ عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربية مستنياك قدام البيت وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي بسرعة يا بيبي. باي. يلا يا دادي. ايه الحلاوة دي؟ دادي اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل دادي. تفضل يا دادي. تفضل يا دادي. تفضل يا دادي. يا بركة. يا قمر. يا أهلا وسهلا. أنا عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك مزتين أهم بألف هنا، وتحت أمرك في كل اللي تطلبه، بس أنت يلا بقى شد حيلك. عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في أي وقت وتطلب اللي أنت عايزه، كله تحت أمرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبه للمدام، انا عايزك تطمن، هي في امان الامان. تصبح على خير يا دادي يا عسل.
قريب وبيحبك. سيجي عليك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. ما مصدقاش انك اتجوزت. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين؟ خلاص هاكل. هتفضلي قاعدة بصالي على طول؟ عاوزاه يبقى شبهك. ايه؟ انت حبلة؟ من خشمك لباب السماء. نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعت ربنا خير. كن بصراحة ما بيعجليش ولد. Thank you.
ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجه خالص؟ طب ايه رايك بقى تاكل دي من ايديا؟ روق الاكل زي ما هو وقاعد في الارض، ما خدش شاور ولا اي حاجه. حتى مرته يا باشا ما كلتش. ما كلتش. انا هتصرف. صباح الخير يا شيخ دادي. ها قولي نمت كويس؟ طبعا، ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية. اسمع بقى، الكلام اللي هقوله ده كلام مهم. كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورته. انا ما اخبيش عليك، حاولت احفر بس ما جاتش فايده. وهنا يجي دورك انت بقى، انت اللي هتقول لي احفر فين، وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانية. هو لسه في دنيا تانية؟ طبعا، دنيا كلها عز ومتع، تاكل اطعم والذ اكل، تلبس اشيك لبس، تسكن في افخم قصر. انت مش عندك كل الحاجات دي؟ عايز ايه تاني؟ عايز باقي تورته. مش هستنى عليك كتير، ولا عايزني كل يوم ابعت لك صباع من صوابع شربات؟ اسف، قصدي من صوابع المدام. يفكرك يعني ونشطك براحتك. الليلة هنكحت. الله عليك، عسل النبي برضو عسل. نطلع، هسيبك براحتك. الحلاوة دي عندنا احنا؟ نجيك يا رب، يا رب نجيك يا Oh.
جاي. انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى. أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. يلا بقى. خلاص عزم براحتك، احنا هنا كلنا في انتظار وخدمة معاليك. ما هتعرفش تطفيها. لا نار ايه ده، انت حبيب قلبي يا دادي. اتفضل. انا عايزكم بقى توضبوا لي احلى جو خيالي هنعيش فيه انا وانتوا ودادي وبس. عمرك يعني بيه. شو قلتلك علي النعمة هعيشك في دنيا تانية. ما ترمي البتاعة اللي في ايدك دي. جهز لك كل حاجة لو عايز تهد جبل المقطع. احنا جاهزين. مرتي ترجع بيتها قبل ما نمشي. مرتك هترجع بيتها بإذن الله بعد ما ترجع بالسلامة ومعاك المطلوب. ايه وعد؟ وعد. يلا يا رجالة. يلا يا دادي. دادي يلا بقى ورينا الهمة بإيدك المبروكة الحلوة دي. انت مش هتاجي معانا؟
ماشي. انا بصراحه ضلمه وعقارب وتعابين ما تلاقينيش. هستناك داني. تجيب العرايس وتيجي 5 مليون عدا ونقدا وقتي. انطلق يا عسل. اجحتوا هنا. بسطوة جبروت قهرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها. حاميم 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 حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. اجحتوا عند الحجر ده هتلاقوا. تعبين وحيد. أيوه 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 لو
خطيت برجلك لو خطيت برجلك برا العربية الحياة والعقارب هتلدعك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا ما حسيتش بيك لما دخلت العربية، يعني كلها مسجرة فول اوبشن، اعتبرني غريب وما اعرفكش، والغريب اعمى ولو كان بصير. انا قابلت مشايخ كتير بس انت حاجة تانية. وانت كمان حاجة تانية. طب عندي سؤال. يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله. العمال هم كمان ماتوا؟ طب دول ايه ذنبهم؟ ناس على باب الله طالعه تسترزق، عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت راجل بتاع ربنا ما يرضكش. اللي طلعهم في نصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم سلط عليكم. ما كانوش بيعملوا حاجه غلط ولا حرام يا شيخ، هم كمان ماتوا. العلم عند الله. طبعا ضروري. وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك. اطلع اطلع. بص بقى يا شيخ خلف، عينك على الطريق. وانت لو فاكر ان انا بتهوش، انا ما بتهوش، انت لازم تعرف كويس. تعرف تكتم ولا مستعجل على عمرك؟ لو حد اتحرك هقتله. عارف انا لو حصل لي حاجه مش هتخرج لا انت ولا مراتك من هنا غير جثث. يعني الشربات فين؟ انت قول اللي خلص عليك. انت عصبي كده ليه؟ حاضر حاضر، رحيل الست شربات. جليني على الطريق. ها عندك يا ابني.
محدش يتحرك. خايفة من ايه؟ خايفة للباشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتيه من تاني. انا كنت دفنته من سنين. بعد الشر عليك. خير يا حاج؟ في حاجة؟ شوية مية. حاضر. تفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد عيان؟ احمد يخف بإذن الله. يسمع من خشمك ربنا يا حاج.
ايه يا حاج؟ واخوه حسان ده مسافر، عايزه في حاجه؟ هيرجع قبل اجازته؟ عشان هيرجع ميت. يا مري غور غور يا شمية وش النحس غور، بقى العيان هيخف والسليم هيموت. دي ارادته، ليه بتخافوا من الموت؟ غور جاتك غورة.